ننتقل مباشرة عبر الهاتف مع الصحفي والكاتب السياسي قاسم قصير. صباح الخير وكل عيد وانت بخير استاذ قاسم. صباح النور وينعاد عليك وللمشاهدين جميعا، كل عام وانتم بخير. شكرا وانت بخير. البداية قبل الدخول بآخر موضوع كتبته النشرة عن الرئيس الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، كان لافتا صبيحة هذا العيد وعشية العيد أيضا هو التكليف الشرعي من الطائفتين الشيعية والسنية، الطائفة الشيعية وخطبة الشيخ أحمد قبلان بأن الانتخابات مصرية التردد والورقة البيضاء حرام، في المقلب الآخر مفتي الجمهورية ورغم قرار الرئيس سعد الحريري يؤكد ضرورة الانتخاب. كيف تقرأ هذين إذا فينا نحطهم بإطار التكليف الشرعي؟ يعني مع احترامي لكل القيادات الدينية ولكل ما يقال عن ما يسمى التكليف الشرعي، ليس هناك شيء يعني بهذا الموضوع له بعد ديني. هذه مسألة سياسية أو تنظيمية. إذا كان هناك شخص ينتمي إلى تنظيم معين والتنظيم يطلب منه الانتخاب أو عدم الانتخاب أو التصويت، هو يلتزم بقرار التنظيم. أما إعطاء بعد ديني لهذه المعركة أنا برأيي ليس مناسبا، بظل أننا نعيش نحن في دولة يفترض أن تكون دولة مدنية. مع احترامي لكل القيادات الدينية ولكل من يرفع مصطلح التكليف الشرعي، هذا موضوع مرتبط بحرية الفرد، يعني كل إنسان له الحق أن يصوت أو لا يصوت. طبعا يمكن أحيانا هناك من يقول واجب وطني بمعنى مساهمة بالقرار السياسي سواء بالتصويت أو بتصويت بورقة بيضاء، لكن هذا هو مسؤولية فردية حتى من الناحية الدينية. حسب معلوماتي يعني المتواضعة بالجانب الديني لا يوجد شيء اسمه تكليف شرعي بالموضوع السياسي الديني. يعني هناك في المسائل العقائدية العبادية صحيح أن هناك موقف شرعي ديني، أما بالسياسة يمكن لعالم الدين أن يحدد المصالح العامة الوطنية، أما أن يقول أن هذا تكليف شرعي يلزم أو لا يلزم، أنا تقديري هذه مسألة تعود لكل مواطن وقناعاته. يعني هذه مسألة طبعا نحن الآن في جو يعني هناك نوع من شد عصب سواء في ليس فقط عن مستوى الشيعي والسني، في كل البيئات. يعني حتى البطرك الراعي في اليوم الأحد الماضي أكد على انتخابات، المطران الياس عودي أكد على انتخابات. هناك تأكيد أن المشاركة ضرورية لأن هذه الانتخابات يمكن تأخذ بعدا سياسيا لأنها تجري الآن تحت عنوان خيارات سياسية مستقبلية، قد يكون هناك هذا الدافع لموضوع انتخابات. لكن أن يعقد الموضوع ضمن تكليف ديني أو شرعي أنا أتحفظ على هذا الاستخدام. نعم، برأيك لأي درجة ممكن بعد كل شيء صار الناس تلحق، وواضح يعني شو عم نشوف على الأرض، تلحق هذه العبارات من قياداتها الدينية؟ هذا حرام، ورقة بيضاء حرام، يجب التصويت لهذا، لفلان، لجهة معينة. لأي درجة نحن رايحين صوب هذا الموضوع فعلا بالنسبة للناس؟ حسب معلوماتي في بعض البيئات خصوصا بالبيئة السنية هناك نوع من حالة يعني الانكفاء أو عدم الذهاب نحو التصويت بالشكل عادة، حتى في بيروت يكون نسبة التصويت منخفضة. نعم. في الوضع الشيعي لا، الآن هناك يعني نوع من تحفظات سياسية أكثر لأنه يتم خوض المعركة تحت عنوان دفاع عن سلاح المقاومة أو دفاع عن قرار البلد في مواجهة الحملة التي تشن ضد حزب الله والمقاومة. في البيئة المسيحية للأسف اليوم نحن نشهد اعتماد بعض الشعارات من أجل يعني دفع الناس للتصويت تحت عناوين هوية لبنان أو تحت عنوين، يعني حتى استخدم هذه التصريحات لأحد المشايخ الذين يعني بشكل سيء يعني من أجل التحريض أن هناك من يريد تغيير هوية البلد. نحن أمام، وأنا أظن أن يعني العشرة أيام الباقية تقريبا وأقل يعني حتى بموضوع انتخابات المغتربين، يعني نحن أمام ثلاثة أيام تقريبا أو أربعة أيام. نعم. يعني في السادس وفي الثامن من سنبدأ نحن نعيش جو احتقان سياسي وشعبي بهدف دفع الناس للتصويت. هلا حجم التصويت لا احد يستطيع منذ الان ان يحدده، لكن واضح الاكثر مجال يمكن المكان اللي فيه الان ضغط عليه هو البيئه السنيه بسبب قرار تيار المستقبل تعليق عمليه سياسي. من هنا الان كل الضغوط على تيار المستقبل وعلى الرئيس سعد الحريري من اجل اتخاذ قرار ما بالعوده عن تعليق او يعني دعوه الى المشاركه، لكن حسب المعلومات حتى الآن
أن الرئيس سعد الحريري طيار المستقبل لم يصدر ولن يصدر هذا القرار حتى حاليا، يعني لا أدري إذا منذ الآن وحتى الأيام المقبلة سيتغير الوضع. نعم. لكن بالمعلومات أن هناك ضغوط كبيرة تفرض على الرئيس سعد الحريري لتغيير صحة عنوان أن عدم التصويت يعني نجاح دوائر حزب الله وتيار الوطن الحر في معظم الدوائر، خصوصا أن في مناطق الصوت السني سيكون مرجحا للوائح المختلفة. نعم، خصوصا أن بالأمس المفتي كان واضحا والوجوه اللي زارته رغم تناقضها كان واضح بضرورة التصويت مقابل رد بيان المستقبل. نحن ملتزمين بقرار الرئيس سعد الحريري. أنا قرأت مواقف الزميل الإعلامي مسؤول الإعلام في تيار المستقبل وهو يرد برؤية مختلفة. نعم. تحت عنوان أن عدم التصويت هو الذي يعني التصويت يؤدي إلى إعطاء شرعية. نعم. لحزب الله وحلفائه حسب وجهة نظره، وهذا منطق آخر يستخدم. طبعا يعني الجميع يلتقون كيف سنواجه حزب الله وحلفائه، هذه هي العنوان الآن حسب دفة المصالح عم تتألم. نعم، لكن المواقف. كل واحد ينظر للموضوع من ذلك. أنا برأيي الناس بالأخير هي التي ستختار، يعني سواء اختارت التصويت لتيار حزب الله وتيار الوطني أو للوائح المدعومة من الرئيس سنيورا أو غيرها من اللوائح. أنا تقديري يعني الآن لا ليس هناك حجة أو مبرر لأحد أنه غير مدرك لما يجري في المعركة. نحن نعيش حملة انتخابية واضحة وبعناوين واضحة عند الجميع، رغم أنه للأسف أحيانا يتم استخدام خطابات يعني تصعيدية أو خطابات استفزازية أو يتم رفع شعارات غير منطقية، لكن على الأقل هناك من يخوض هذه المعركة بوعي سياسي واضح. نعم. وأنا تقديري بعد الذي حصل منذ 17 تشرين إلى اليوم الناس هي التي تقرر إذا تشارك أو لا تشارك أو لمن تختار، لأنه بالأخير هي ستكون مسؤولة عن المستقبل. نعم. يعني ليس عن تيار المستقبل، عن المستقبل، عن مستقبل البلد. إذا أخذوا خيار معين فهذا الناس عليها أن تتحمل مسؤولية في هذا المجال، وهي المسؤولة عن أي تصويت، لأنه برأيي كل صوت سيكون مؤثرا، خصوصا نحن في زمن النسبية ولو أنها بشكل يعني غير كامل، والصوت التفضيلي كل صوت يذهب إلى شخص، يعني أنت أعطيت القرار لهذا الشخص حتى ولو لم ينجح، أو إذا لم تصوت له أنت سحبت عنه الثقة أو القرار. هذه مسألة برأيي مهمة جدا، من هنا أهمية أن هذه الانتخابات تحظى يعني مراقبة دولية وعربية وإقليمية. السفارات رغم أنه العالم مشغول بقضايا أخرى من أوكرانيا وغيرها، لكن واضح أن هناك تركيز اليوم على ذلك. وأنا تواصلت مع بعض الأصدقاء حتى في أمريكا مشغولة بأوكرانيا، هم يقولون أن الجميع يراقب الانتخابات وما يجري في الانتخابات، وعلى ضوئها ستكون هناك يعني خيارات مستقبلية. نعم، الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، أنا بشكرك لوجودك معنا.